إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب. رفض التونسي فوزي البنزرتي الذي بات على اعتاب تولي تدريب الوداد رسميا منح اي وعود للجماهير الودادية قبل مهمته الجديدة. فقال فوزي للكورة: اعرف ادق التفاصيل عن الوداد والمغرب الذي هو بيتي الثاني، وهذا ما اقوله مرارا وتكرارا، فقد مررت بتجارب عديدة هنا وخلفت ورائي بصمات يعرفها الجميع. وواصل: توجت الموسم المنصرم رفقة النجم الساحلي، وأعتقد أن الوقت حان لاكتشاف تجربة أخرى بالمغرب، فقد اعتدت على هذا الأمر. وتابع: كلما غادرت أترك وراء ظهري مجالا ليذكرني بكل خير، أحافظ على خط الرجوع، لذلك أنا هنا في كل هذه المرات. لغاية الآن لم أحسم أي تفاصيل، لكنني هنا من أجل الوداد. وزاد: طيلة مشواري التدريبي لا أقدم الوعود للفرق التي أدربها، لأن مساري يتحدث عن نفسه، والألقاب هدف قائم ودائم بالنسبة لي، لذلك لا أعد الوداديين بشيء. وختم البنزرتي بأنه لم يقطع صلته بالمغرب بعد تجربته القصيرة بالموسم المنصرم رفقة الرجاء. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب.